السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو دوت هنتكلم عن لعبة جديدة اسمها نانو جرام. اللعبة دي من الالعاب الجميلة جدا، فيها كمية من التفكير والاحتمالات، يعني بتخلي الواحد يفكر كتير قبل الخطوة اللي هيعملها. يعني اللعبة ببساطة عبارة عن مجموعة من المربعات، بيبدأ ان هو يدي ارقام فوق كل صف وكل عمود، بحيث ان هو يقول مثلا، يعني لو قال لي ان هنا في رقم 7، فانا معناها ان في 7 بلوكات او 7 مربعات موجودين على التوالي ورا بعض. لو مثلا في رقم 8، فمعناها ان هما 8. لو في 4 بعدها 2، يعني في 4 متصلين مع بعض، بعد كده في مسافة وفي 2 بعدهم. فمثلا هنا بيقول لي 1 و5 و2، فكده لو انا اخدت بالي هلاقي ان انا عندي توتال المربعات مثلا هنا 10، فانا معنى ان يبقى 1 و5 و2 فمجموعهم 8، وفي مسافة بينهم لازم تكون موجودة، فكده مجموعهم 10. فالاحتمال الوحيد للصف ده ان يكون دول كده 1 بعد كده 5 بعد كده 2. مجرد ما انا عملت كده يبقى انا خلاص، انا كده خلصت الصف دوت، ما عادش فيه احتمال ان انا احط اي حاجة. ولو عاوز مثلا اعلم على المربعات دي عشان ما اضغطش عليها بالغلط، فانا بسلكت ان انا عايز اعمل اكس، وبعد كده ابدأ ان انا اضغط في الاماكن دي وهكذا. مثلا هنا برضو 5 و4، ف5 و4 9، ولازم يكون في مسافة ما بينهم، فهي ما عنديش غير احتمال وحيد ان هي دي تبقى ال5 و4، فانا كده خلصت الصف ده. لما نيجي نبص كده على الفيتشرز بتاعت اللعبة، انا عندي المفروض يكون البورد نفسها يعني محددة الأرقام، يعني المفروض ايه الأرقام بالظبط اللي تكون، أو المربعات اللي يكون فيها مكان يضغط عليه يعني. ومن ناحية تانية يبقى في رقم دليل بيقول لي ايه شكل الباترن بتاع كل صف وكل عمود، فهي ده الجزء الأساسي بتاع الباترن اللي هو، أو الليبلز اللي موجود عليها الأرقام اللي فوق وعلى الشمال. بعد كده لما نيجي نبص على البورد، هي عبارة عن 4 مربعات أساسية اللي هي مساحتهم 5 في 5، وجوه كل مربع في مربعات صغيرة اللي هي فيها حدود رمادية كده. الايفنتس اللي موجودة ان انا لو ضغطت على مربع، فلو هو صح بيبدأ ان هو يظلله باللون الازرق او البترولي ده، ولو كان غلط بيبدأ ان هو يقول لي رسالة ان انت كده ضغطت في مكان غلط. يعني مثلا لو انا جيت ضغطت هنا، انا متأكد ان المكان دوت ما ينفعش يكون فيه اصلا مربع، فلو ضغطت هيقول لي ان هنا في ايرور، بياخد واحد من اللايفز اللي موجودة عندي ويعلم ان المكان دوت اساسا كان غلط. ونفس الكلام لو انا كنت محدد الاكس وحطيت في مكان المفروض يكون فيه اصلا مربع، يعني هنا مثلا انا بقول انا عايز اعلم باكس، والمكان دوت اصلا المفروض يكون هو مربع بناء على اللي انا عارف اللعبه يعني، فبرضه هيقول لي غلط بس هيظلله بالمكان الصح وهكذا. وعندي برضه ان الفيتشر ان انا ممكن اضغط في مكان وببدا ان انا اعمل دراج، فبيكون هو الباقي، يعني سواء كليك او ان انت عملت دراج بيبدا ان هو يظلل الاماكن دي. فمحتاجين نفكر كده نشوف ازاي ممكن نعمل الحاجه دي. هنبعد عن الفيجوال بيزك شويه، هنتعامل في اللعبه دي بالجافا افكتس علشان يكون الموضوع فيه اوبجكت اورينتد، سهل شويه في التعامل عن فكره الفيجوال بيزك وان انا اعمل دراج دروب لكل حاجه. انا محتاج ان دلوقتي ان في عندي مربع 10 في 10، يعني تقريبا عندي 100 مربع، فما ينفعش ان انا اعمل لهم دراج دروب جوه الجي او اي، فانا محتاج ان انا اعمل كودنج هو اللي يجنريت الجي او اي ويحطها في مكانها ويعمل لها انشاليزيشن، ويبدا ان هو اعمل الايفنت دريفن لكل المربعات دي. فتعالوا نشوف خلال الفيديوهات الجايه ان شاء الله هنعرف ازاي ان احنا نتعامل معاها بالجافا اف اكس. شكرا.